السلام عليكم. اليوم رح ناخذ لاب نمبر 4 من الديجيتال لاب. طبعا الموضوع رح يكون عن Introduction to Circuit Design Using Truth Tables. أخذنا في اللابات الماضية كيف أوصف سيركت ديزاين معين باستخدام Schematic Capturing وباستخدام الفيريلوج كود. اليوم رح نتعرف كيف نعمل أو نوصف السيركت بتاعتنا باستخدام الTruth Tables. طبعا في طريقتين عشان ندخل تروث تيبل. الطريقة الأولى اللي هي الويف فورم إديتور، والطريقة الثانية باستخدام الفيريلوج كود. طبعا عندنا باستخدام الويف فورم إديتور اللي هي الإشي اللي تعلمته من خلال الفيكتور ويف فورم فايل، كنتوا تعملوا التروث تيبل تدخلوا كسيجنالز كل الكومبينيشنز للإنبوتس عشان تشيكوا على الأوت. الطريقة اليوم اللي راح نركز عليها اللي هي باستخدام الفيريلوج كود، باستخدام إشي اسمه procedural description. أخذنا في إنه في بالفيريلوج عدة levels of abstraction. نرجع نتطرق لهم على السريع اللي هم structural, behavioral, procedural. طبعا structural أخذنا المرة الماضية هو والbehavioral descriptions. الستركتشرال كان اللي هو نوصف الديزاين من خلال كيف نشبك اللوجيك جيتس. عندنا البيهافيرال كان باستخدام كونتينيوس اساين ستيتمنت. اليوم البروسيجرال رح نحكي عنه باستخدام الاولويز ستيتمنت. اوكي، نيجي عندنا لل السلايدز اللي بيحكوا عن البروسيجرال ديسكريبشن. في البروسيجرال ديسكريبشن المين بلوك اللي بنستخدمها اسمها الاولويز. اوكي، المين بلوك هي اسمها الاولويز بلوك. الاولويز بلوك ميزتها كيف الاساين ستيتمنت بتتنفذ كونتينيوسلي، نفس الشيء الاولويز بتتنفذ كونتينيوسلي باستمرار. بتحتوي الاولويز بلوك على البروسيجرال كود تاعك. السينتاكس لها كيف نكتب الالويز؟ نكتب always ونحط اشاره الات، وبين قوسين في عندنا شيء اسمه sensitivity list. sensitivity list يعني هي عباره عن قائمه حساسه، في لها two types، شيء بسموه level sensitive، شيء بسموه edge triggered. الedge triggered بتكون خاصه بالsequential circuits، يعني sequential circuits بيكونوا بيعتمدوا على الكلوك. هذا الشيء ما راح نتطرق له في اللاب. الإشي اللي رح نشتغل عليه في اللاب اللي هو الليفل سنسيتيف. الليفل سنسيتيف يعني حساس للليفل تاع الفاريبلز، يعني إذا تغير أي فاريبل من ضمن السنسيتيفيتي ليست من 0 تو 1 أو من 1 تو 0، معناته بدخل على الكود اللي جوا الأولويز وبنفذه. أوكي، ناخذ إكزامبل كيف نكتب. مثلا إذا كان عندي تو فاريبلز في الكود تاعي وبدي أشتغل عليهم البروسيجرال كود، اسمهم A و B، نحط always و at شرط ال at A or B، يعني أي تغير في ال A أو ال B، أي واحد فيهم تغير من 0 to 1 أو من 1 to 0، ادخل على البلوك تاعت ال always ونفذها. كإكويفلنت كود أو طريقة ثانية، ممكن بدل ال or نستخدم الكوما نفصل بين ال variables. أوكي، نفس الشيء عنا إذا كان في عنا عدد كبير أو حتى لو قليل من الـ variables، أكثر من واحد يعني، ممكن نختصر نكتب always at star. الـ star هاي بتعني إنه كل الـ inputs في الـ design تاعي involved في الـ sensitivity list. أوكي، يعني فرضاً كان عندي مثلاً A, B, C, D، هذول الـ variables تعتمد عليهم الـ always، فأنا ممكن بدل ما أكتب هون always at A, B, C, D، بروح إيش بعمل؟ ستار. اوكي، المين بلوك اللي راح نستخدمها عشان نمثل التروث تيبل تاعتها اللي هي الكيس ستيتمنت. اوكي، الكيس ستيتمنت راح تكون جوا الاولويز، اجباري ما بصير ما اكتبها جوا الاولويز، راح يطلع لي عليها سنتاكس ايرور. طب اكتب اولويز ات وحط السنسيتيفيتي ليست وبحط بيجن وبنهي باند. اوكي، هاي الاولويز بلوك. بعدين جواتها بحط الكيس ستيتمنت.
الكيس تعتمد على expression أو variable معين. فبناء على هذا ال variable أو expression بيكون عندي خيارات. فإذا كان عندي alternative one أو الخيار الأول بروح إيش، أنا بحط colon وبنفذ لي statement الأولى. أوكي؟ أو ممكن تكون عدة statements. إذا كانوا أكثر من statement هون لازم أبلش begin وأنهي بend. يعني عندي في الفريلوج ما في braces إنه عشان أضمن بلوك كاملة، لا بستخدم بدل البريسز البيجن والإند. إذا كان في عندي أكثر من statement لازم تنفذه بهاي البلوك. إذا كان عندي خيار ثاني بحط اللي هي إيش الستيتمنت اللي خاصة فيه، طبعا لازم أنهي بسيميكولون إلى آخره. وفي عندي الديفولت آخر شيء هي optional، ممكن تكتبها ممكن لا. فإذا ما تحقق أي واحد من الالترناتيفز هذول بروح بنفذ الديفولت وبنهي بإند كيس. الكيس يعني هاي لازم أنهيها بإند كيس، بتكون ما في بيناتها spaces يعني كلمة واحدة. أوكي. طبعا في شغلة كمان، الكيس تعتبر as one statement ماشي. فهون عند البيجن والإند للالويز ممكن أستغني عنهم، أما إذا كان في إشي ثاني غير الكيس لازم يتنفذ جوا الالويز لا. إذا كان في هون عندي مثلا في statements ثانيين لازم أبلش ببيجن وإند. أوكي. ناخذ اكزامبل اللي هو الاكزامبل الموجود في اللاب شيت. في عندي هاي التروس تيبل، في عندي الانبوتس A B C، هون عندي هذول كل الكومبينيشنز من 000 لحد 111، وعندي الاوتبوت لكل كومبينيشن اللي هي الاف. طيب كيف بدي امثل هذا الاشي او اكتب هذا الاشي في الفيريلوج، امثل التروس تيبل بالفيريلوج؟ رح استخدم البروسيجر الاساينمنت. نبلش الموديول اللي هو حكينا البيسك بيلدينج بلوك في الفيريلوج، بنبلش بموديول ننهي بإند موديول ككلمة واحدة. بنسميه بنعطيه اسم، حكينا أي اسم أو لا الأفضل يكون meaningful name. هون عندنا مسميينهم truth table verilog example وبناتهم underscores. عندنا port list راح تكون F A B C. حكينا لما أبني الموديولز الخاصين فيي مش البيلت إن أو البريمتز الموجودين في البريلوج، أنا هون عندي مش شرط تكون الأوتبوت أول واحدة كيف، فممكن يعني أعكسهم وبنهي بسيمي كولون. بعرف بالإنبوتس والأوتبوتس، الإنبوتس راح يكونوا A B C والأوتبوت عندي F. في البروسيجرال ديسكريبشن لازم الإشي الأوتبوت الموجودة اللي بعطيها قيمة في الأولويز لازم تكون معرفة كمان as register يعني as storage element. اوكي عشان ضل محتفظة بقيمتها لحد ما اعمل overwrite لها. فهنا عندي غير انه انا الاف معرفة as output لازم كمان اعرفها as register، فبكتب output f وكمان بكتب reg f. بدي احكي لكم شغلة، هون عندي ممكن كمان بطريقة اخرى اكتب اللي هي أشيل هاي وأكتبها هون، يعني أكتب output reg على نفس السطر بيصير. أوكي فأنتوا حريم تكتبوا كل واحدة منهم على سطر، تكتبوا على نفس السطر نفس المبدأ، بس لازم نكتب مع الoutput تكون الoutput كمان تكون register. نيجي هون عنا بدنا نكتب truth table، نعمل implementation باستخدام الcase statement. فالكيس حكينا لازم تكون جوا always، فبلش always at. على مين بتعتمد الـ always block؟ مين اللي بتعتمد عليه الـ output عشان تتغير؟ بتعتمد على الـ A والـ B والـ C. فباجي بكتب always at A or B or C، أو بفصل بيناتهم كومس أو بختصر وبكتب هون عندي star بصير كمان. ببلش طبعا هون عندي بس كيس ستيتمنت جوا الاولوز، فالبيجن والاند هون ممكن استغني عنهم ممكن امحيهم. ببلش الكيس. الكيس عنا المفروض انه بدي انا كل كومبينيشن بعطي قيمه معينه بناء عليه بعطي قيمه للاوتبوت. فعشان اتعامل مع الفاريبلز هون بدي اتعامل معهم كثري بت نمبر عشان يسهل علي، فباجي بستخدم عندي الكونكاتينيشن.
حكينا المرة الماضية كان الكونكاتيناشن تدمج لي variables وبتعطيني variable جديد بسايز أكبر، السايز تاعه يساوي مجموع السايز للإنديفيدوال variables. فعندي الـ A عبارة عن 1 bit، الـ B 1 bit، C 1 bit، بالكونكاتيناشن صار عندي 3 bit variable. أوكي، فباجي بكتب كيس بين قوسين، بحط هون عندنا إشارة الكونكاتيناشن، بحط إنه الـ A والـ B والـ C بتتعامل معهم as one variable 3 bit variable. فباجي هون بكتب الـ combinations تبعوني أو الـ alternatives اللي حكينا عنهم، بكتب 3 single code هون عندي binary bits 0 0 0، بحط الكولون، بحط إنه الـ F شو تساوي عند هذا الـ combination 0 وبنهي بسيمي كولون. بعدين 3 binary bits 0 0 1 اللي هو second combination، عندي الاف شو تساوي هون عندنا فيه 0. الكومبينيشن اللي بعده 0 1 0، الاف شو تساوي عندي 1. طبعا هون حاطينهم ما باللاب شيت انه في كونكاتينيشن، بس كتبت الكونكاتينيشن هون او ما كتبتوها صح. ليه؟ لانه هون عندي 1 فاريبل، لو كان عندي مثلا في اكثر من فاريبل هون في الاوتبوت، فباجي بعمل كونكاتينيشن مثلا انه مثلا زد مع اف، وبعطيهم مثلا قيمه مثلا مثلا ممكن تكون 0 1. اوكي، لكن هون عندي الاوتبوت عباره عن 1 فاريبل، فممكن احط هون الكونكاتينيشن ممكن اشيلها، فالحلين بيكونوا صح. بنكمل لحد ما نوصل اخر كومبينيشن اللي هو 1 1 1، نعطيه اللي هو الاف عنده بتكون قيمتها 0. اوكي، هاي هيك مثلنا التروث تيبل باستخدام الـ procedural assignment، عفوا description اللي هو باستخدام الكيس. نرجع عنا لللاب شيت. هذا الاكزامبل اللي شرحناه، فعنا اللاب رح يكون من 2 parts. البارت الأول اللي هو رح تعملوا ترجعوا لل farmer's problem اللي في lab 3 section number 4 اللي هو كان الفارمر موجود مع الكابج والجوت والولف. اوكي، بتمثلوه باستخدام التروث تيبل بالفيريلوج زي نفس المبدا هون عندنا، بس طبعا راح يكون بدل 3 بت فاريبل راح يكون 4 بت فاريبل. اوكي، وبتشوفوا عندنا الاوتبوت وبتعملوا اللي هو الفيكتور ويف فورم فايل، بتشوفوا الاوتبوت عندنا وبتعبوا هون، او بتكونوا حاطينها مجهزينها عشان تتاكدوا انه الاوتبوت عندكم صح على الكوارتس تول. الجزء الثاني من اللاب راح يكون بسموه ميكست ديزاين انتري، يعني راح يكون نعمل ديزاين اكبر شوي يكون فيه عنا عده طرق لتمثيل هذا الديزاين. فراح يكون بضم يعني كميكس كخليط، راح يكون سكيماتيك كابتشر، يكون فيه فيريلوج كود وتروث تيبلز. اوكي، البروبلم عندنا راح تكون عباره عن اي سي او اير كونديشنر بروبلم. راح يكون في بيت في عنده اير كونديشنر، وراح يكون عندنا هذا الكونديشن بيشتغل على تو مودز، النورمال مود والباور سيفنج مود. طبعا راح يكون في كنترولر خاص لكل مود. في كنترولر عندنا للنورمال مود، في كنترولر للباور سيفنج مود. عندنا هذا الاي سي، هاي الكنترولر تاع النورمال وهذا الكنترولر تاع الباور سيفنج. راح يكون عندنا في 3 سنسورز، واحد للتمبريتشر الحراره، واحد للهيوميديتي الرطوبه، واحد للبيبل للناس انه في ناس موجوده ولا لا. اوكي، فال 3 انبوتس هذول انا السنسورز راح يعطوني 3 فاليوز، او يعني هم 3 سنسورز كل واحد راح يعطيني فاليو، فراح يكون عندي يدخل على كل واحد من الكنترولرز 3 انبوتس. اوكي، وراح يطلع من كل واحد 1 اوتبوت، وراح يدخلوا على ماكس 2 باي 1 ماكس، بناء عليه راح عندنا ينبعث فاليو معينه للاي سي. طبعا في للماكس راح يكون مود سيلكت عشان يختار انه احنا حاليا راح نختار النورمال مود ولا الباور سيفنج مود. اوكي، طبعا هذول السنسورز في عندهم
إشي بيسموه set value، يعني في value زي threshold value يعني بعتمد عليها، إذا أقل منها بيكون في عندي value معين لهذا السنسور، وإذا أكبر منها بيكون في value ثانية. فعنا إذا كان عنا قيمة السنسور، قراءة السنسور أقل من أو تحت من الست فاليو هاي، راح تكون السنسور يعطيني لوجيك زيرو. إذا كان عندي الفاليو تاعت السنسور أكبر من هاي الست فاليو، راح يعطيني لوجيك ون. أوكي، طبعا هم هون مسهلين على الموضوع، حاطين الإكواجنز جاهزة، فراح احنا نمشي عليهم على السريع. في النورمال مود طبعا اكيد راح يكون في عندي 3 انبوتس: تمبريتشر، هيوميديتي، بيبل. عشان السهوله اختصرنا تمبريتشر بحرف تي، هيوميديتي بحرف اتش، والبيبل بحرف البي. الاوتبوت راح تكون اسمها اي. فالاي تساوي راح يكون في عندنا النورمال مود تعتمد، اذا كان في عندي ناس وكانت الحراره، درجه الحراره مرتفعه أو الرطوبة مرتفعة، راح يطلع لي هون عندي يكون الأوتبوت 1. أو إذا ما كان في ناس وكانت الرطوبة مرتفعة ودرجة الحرارة مرتفعة، راح يبعث لي 1 على الإي. غير هيك راح الإي تكون قيمتها 0. فبالإكويجن عندي الإي شو تساوي؟ بي يعني في بيبول، أند يعني هون عندنا هاي إنه الضرب بيناتهم، يعني إنها أساس إنها أند يعني product. P إذا كانت ال P في people and temperature high or الزائد هون عندي or ال humidity high، فعنا راح تكون ال E1. or إذا كان في ما في ناس P not يعني and ال temperature high and ال humidity high، فراح يبعث لي على ال E1. طبعا هاد عندي النورمال مود، رح تعملون الامبلمنتيشن باستخدام الفيريلوج كود. الباور سيفنج ديسكريبشن لها، الانبوتس رح يكونوا زي ما حكينا تي واتش وبي، الاوتبوت رح يكون اسمها اف. ففي الباور سيفنج عشان يحافظ على الباور، متى رح يتشغل الاي سي؟ رح يكون لازم يكون في بيبل، يكون اند تكون التمبريتشر هاي اند الهيوميديتي هاي، فكلهم لازم يكونوا وانس. هون عنا رح كمان تعمل implementation لهذا الكود بالverilog أو بهذا المود باستخدام الverilog كود. المالتيبلكسر عنا في له 3 inputs، واحدة اللي هو select line اللي اسمه المود، والinputs الثانية رح يكونوا الE والF. إذا كانت الM 0 فبختار normal mode، إذا كان الـ M1 فنختار الـ Power Saving Mode Output. وبعدين عنا الـ بتنبعث الـ Value للـ AC. طبعاً قبل ما نكمل، في عندكم الـ Truth Table هون اللي في الـ Answer Sheet، رح تعبوها بناءً على هذا الـ Description. وطبعاً لما تعملوا Implementation لهذا الـ Design، رح تتأكدوا إنه حالكم صح بناءً على الـ Truth Table اللي عملتوها أو اللي عبيتوها. طيب رح نمشي step by step إنه كيف رح نعمل هذا الإشي بالكوارتس، بس أنتوا المفروض إنه تعملوا اللي هو تكتب الكود. الفيريلوج كود هنا أنا ما اشترط عليكم طرق معينة، فممكن إنه تعملوا ميكس، تستخدموا مثلاً structural description، تستخدموا assign statement مثلاً، ممكن تستخدموا procedural عشان تستخدموا أو تعمل truth table، وبعدين تشتغلوا الديزاين تاعكم تشوفوا شغال ولا لا. نيجي على كوارتس، رح نعمل كرييت نيو بروجكت، رح اعمل براوز على الديسكتوب، رح نعمل فولدر نسميه اللي هو لاب 4. اوكي واختاره. طب راح اعمل هون عنا لاب 4. اوكي هون راح يكون عندي البروجكت تاعي مخزن. هون راح اسمي اسم البروجكت، راح نسميه طبعا الفارمرز بروبلم، راح تسموه اللي هو زي ما هم طالبين، لاب 4 ستيب 1 وستيب 0 زي ما بدكم، خلوها ستيب 1.
هلو ستيب 1 الفارمز بروبلم، وعندي الاي سي ديزاين راح يكون عندي اللي هو نسميه لاب 4 ستيب 2. اوكي ونعمل فينش. اول خطوه راح تعملوها حكينا هو عباره عن نيكست ديزاين، اوكي؟ فراح نعمل سكيماتيك كابتشر، راح نعمل فيريلوج كود تروث تيبل. اوكي فهون عندي يا شباب راح نيجي نعمل من فايل نيو، راح نبلش بالتوب ديزاين. التوب ديزاين عندي هون هذا راح يكون، اوكي؟ فبنبلش بالتوب ديزاين، بعدين نمشي على البلوكس الداخليين، اوكي؟ فهو هذا بسموه توب بوتوم ديزاين، يعني بتبلش انت من التوب وبعدين تنزل نزول للاجزاء الداخليه. فرح نيجي من ديزاين فايلز، رح نيجي نعمل اللي هو بلوك دايجرام اور سكيماتيك فايل. نيجي عنا رح نستخدم تول جديده اسمها البلوك تول حياتها. فباجي رح نعمل هون عنا نبلش نبني بهذا الديزاين، رح نعمل 3 بلوكس، واحدة للنورمال، واحدة للباور سيفنج، واحدة للمالتيبلكسر. فنيجي هون عندي رح ارسم 3 بلوكس، عادي ارسمهم بالحجم اللي بدكم اياه يا شباب، بعدين ممكن نظبط الحجم. خليني ازيح حلاوة شوي. رح نيجي نسمي البلوكس، كيف بنسميهم؟ نعمل رايت كليك، نعمل بلوك بروبرتيز، نيجي نسمي الأولى نورمال. النورمال بلوك رح نيجي هون في عندي هذه طبعا في الجنرال بحط الاسم، في عندي الاي او تابس بحدد مين الانبوتس مين الاوتبوتس. الانبوتس عندي هون رح نسمي اللي هي تي، نعملها من هون اد، بعدين البي مثلا نعملها اد، مش شرط تكونوا بالترتيب عادي، بعدين عندي الاتش نعملها اد، بعدين عندي اللي هي الاي رح تكون اوتبوت، بس فرضا انت خربطت وحطيت لها اد كانبوت، ممكن من هون تعمل اللي هو تختارها تعملها ديليت، ترجع تضيفها من جديد، ومن هون تختار التايب انها اوتبوت. اوكي في عندي 3 تايبس، باي دايركشنال انبوت اوتبوت، احنا شغلنا مالني على مالني على الانبوت والاوتبوت، فعندي الاي رح تكون اوت. اوكي وبعمل اوكي. هياتهم شوف كيف بينوا الاي او والتايب لهم مين الانبوت مين الاوتبوت. البلوك الثاني بعمل نفس الشيء، رايت كليك عليها بلوك بروبرتيز وراح نسميها باور سيفنج. باور سيفنج. اوكي نفس الشيء راح اجي على الاي او واضيف، راح اضيف التي فرضا بدي اضيفه مخربطين، راح اضيف الاتش وراح اضيف البي وراح اضيف الاوتبوت اللي هي الاف، باجي من هون بغير التايب لها لاوتبوت هاي اد. بعدين عندي الماكس، رايت كليك نفس الشيء بلوك بروبرتيز راح اسميه مالتيبلكسر، ومن الاي او بحدد عندي الانبوتس للمالتيبلكسر هاي من هون من الديزاين هون راح يكونوا الاي والاف، هاي عندي اي انبوت اف input، وعندي الاوتبوت اللي هي الاي سي. طبعا نسينا نضيف الام، فباجي بكتب له ام وبكتب له عندي انه input الام اللي هو المود، بعمل اوكي. اوكي طيب في عندي تول جديد اليوم رح نتعلمها كمان، خلينا اول شيء نضيف مين الانبوتس مين الاوتبوت. هاي عندي input، رح اضيف input للتمبريتشر، انبوت للهيوميديتي، انبوت للبيبل، انبوت للمود. رح نيجي نسميهم، حكينا كيف التسميه، رايت كليك بروبرتيز بسميه، او ممكن كمان دبل كليك عليها وبسمي مثلا هون عندي رح اسمي تي. حكينا الطريقه اللي بعدها ممكن اضغط هيك دبل كليك على الاسم واحط له مثلا هون اتش، هون عندي اسميها اي بي، هون عندي في الام. راح اضيف عندي الاوتبوت هون
راح نسمي الـ output اللي هي AC. ضفنا الـ notes للـ inputs والـ outputs من خلال الـ simple tool. بعدين عندي في tool الجديد اللي راح نحكي عنها اللي هي الـ orthogonal conduit tool. هاي عندي شو وظيفتها؟ بتشبك الـ inputs مع الـ outputs بالاعتماد على الاسم إلهم. اوكي؟ يعني فرضا هون عندي انا هاي بدي اختارها طبعا عشان افرجيكم كيف شكلها. بدي اشبك التي هون عندي، بحط بس هيك. اوكي؟ فشوف هون بعرف انه التي هون راح تروح للتي انبوت اللي هون. اوكي؟ الاتش هون عندي انبوت راح تروح للاتش اللي هون حتى لو ملخبطين. فهو بتشبك الانبوتس على الاوتبوتس باي نيم بالاعتماد على الاسم، فضروري يكونوا الاسماء يكونوا زي بعض. يعني ما بصير مثلا هون اجي اسمي البيبل مثلا هون بيبل مثلا. اوكي؟ ما بصير، لازم يكون هون عندي بي هون وبي هون. لو اسمي بيبل هون بدي اغير هون عندي اسم الفاريبل. اوكي؟ خلينا ارجع زي ما كان ونكمل. نيجي عنا الكونديويت تول، نيجي بدنا نشبك التي من هون للتي من هون، ومن هون عندي الاتش. برجع باكد لو ملخبطين بعملهم مابينج صح لانه بعتمد على الاسم. هون عندنا رح نشبك من الاوتبوت اللي هون على الانبوت اللي هون. فهون بعرف انه الاوتبوت انا عندي هون اسمها اي، فرح تروح على الانبوت اللي اسمها اي. فهيو شبك من بلوك الاوتبوت من بلوك على الانبوت من البلوك الثانيه بالاعتماد على الاسماء. نفس الشيء للباور سيفنج بلوك، راح اشبك الاف هون على الاف اللي هون. هون عندي راح اشبك الاوتبوت هي الاي سي بالاسم طبعا على الاي سي اللي من هون. بضل عندي الام، باجي بشبك الام من هون على البلوك بتاعت المالتيبلكسر، فبيكون شبك لي الام هاي على الام اللي في المالتيبلكسر. طيب كيف بدي اكتب الامبلمنتيشن لكل واحد فيهم باستخدام الفاريلوج؟ طبعا في شغله قبل ما نروح، ممكن مثلا هاي مثلا يكون حجمها عندك مش مناسب، او مثلا حجمها كبير كثير او صغير كثير. خلينا العب بحجمها شوي. مثلا ممكن اجي اعمل رايت كليك هون عندي اوتو فيت، فبعملها فيت على الحجم المناسب لها. هون نفس الشيء اوتو فيت، رايت كليك اوتو فيت، فهيك بيكون شكل الديزاين تاعك والبلوكس ارتب. اوكي؟ طيب كيف بدي اعمل الامبلمنتيشن باستخدام الفيرلوج؟ طبعا قبلها بدي اعمل سيف للفايل. طبعا بدكم تعرفوا انه توب فايل اوكي او توب انتيتي لازم الاسم الها يكون نفس الاسم تاع البروجكت. فهي عندي لاب 4 ستيب 2، فراح تكون ايش بعملها سيف. بعدين شو بعمل؟ بعمل رايت كليك هون عشان اعمل امبلمنتيشن لها. بعدين عندي شيء اسمه كرييت ديزاين فايل فروم سيلكتد بلوك، بكبس عليها. فبحكي لي شو نوع الفايل اللي بدك تعمله؟ بدك تعملها امبلمنتيشن باستخدام اي اتش دي ال، في اتش دي ال، فيريلوج اتش دي ال، سكيماتيك. ما بدنا سكيماتيك هون، كان سكيماتيك سكابتشرنج، بدنا ننوع. فبنيجي شو بنعمل؟ بنيجي نعمل اللي هو بنختار فيريلوج اتش دي ال فايل. اوكي؟ طبعا هون لازم يكون هاي مضغوطه انه اد the new design file to the current project عشان نضيف على نفس البروجكت. والفايل نيم طبعا بيكون اسمه اللي هو normal.v. اي شيء بعمل له implementation باستخدام الفيريلوج بيكون الاكستنشن له ايش عندنا؟ .v. يعني v اللي هو فيريلوج. بعمل اوكي. Create a design file normal. اوكي. فهون بيعمل لي تمبلت جاهز، بحط لي اللي هو الموديول والاند موديول، بحط لي البورت ليست بناء على اللي انا اخترته، بعرف لي مين الانبوتس مين الاوتبوتس. اوكي شباب، هون رح تكتب الكود تاعك. بدك تستخدم الاساين ستيتمنت، اوكي. بدك تستخدم الجيت ليفل، اوكي. بدك تستخدم البروسيجر اللي تروح تعمل اولويز كمان، بس الاسهل طبعا نستخدم اللي هي الاساين. طبعا شو بنعمل؟ بنعمل له سيف. انا ما راح اكتب انتر اللي المفروض تكتبه. نفس الشيء راح ارجع اعمل هون على الباور سيفنج، رايت كليك، كرييت ديزاين فايل فروم سيلكتد بلوك، بختار فيريلوج
بضيف لي اياه. وهي طلع لي تمبلت جاهز وبعمل امبلمنتيشن هون وبعمل له سيف. اوكي بعدين باجي بعمل اللي هو اللي بعده كمان نفس الشيء كريات. هاي عندي فيريلوج بعمله اوكي ومنكمل شغل. اوكي فرضا بدك ترجع تعدل اروح على اللي هو رايت كليك هون اوبن ديزاين فايل ونعدل على الفيريلوج كود تاعنا هون. اوكي او ممكن مباشره دبل كليك عليه كمان نفس الشيء بوديك على الفيريلوج كود تاعك. طيب فرضا عدلنا على واحد من البورتس بنعمل اللي هو بنرجع لرايت كليك بلوك بروبرتيز. فرضا بدي احذف واحد من الانبوتس بدي اختار الاتش واعملها ديليت. اوكي طبعا كيف بده ياخذ هاي مثلا سيف كيف بده ياخذ التعديل هون لازم اجي هون اعمل عندي اللي هي رايت كليك ابديت ديزاين فايل فروم سيلكتد بلوك يس. اوكي باجي هون فباخذ التعديل يعني هون عندي حذف الاتش. اوكي رح ارجع زي ما كان ارجع اعمل ابديت. طبعا بس اخلص هون عندي بعمل اللي هو من بس اخلص الكود كله اعمل اكتبه بعمل من processing compiler tool start بستنى حتى يخلص compilation وبعد هيك طبعا بدي اشيك على السيركت بتاعتي انها شغاله صح ولا لا. فاللي هو من فايل بختار عنا اللي هو نيو واختار فيكتور ويف فورم فايل وبعمل زي ما عملنا بالمرات الماضيه. رح اعمل كل الكومبينيشنز هون وتتاكد منهم كمان من التروث تيبل اللي عبيتها في الانسر شيت.